السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة بإذن الله زي ما وعدتكم بالبرنامج الألماني لعلاج السلمونيلا بشكل نهائي وآمن بإذن الله على طيورك، وده البرنامج اللي تتبعه كبرى الشركات الألمانية اللي هي شركة شيفيتا. وهعرض لحضراتكم البرنامج من الشركة الأم والبديل المحلي اللي احنا هنشتغل بيه، يعني هنشتغل بخمس مضادات حيوية محلية. اعتبر الفيديو ده أهم فيديو عندك، لأن ده أهم مرض بيصيب الحمام وبيفتك بيه. حضرتك قبل ما تيجي تطبق البرنامج، أول حاجة اعزل الأفراد المصابة أو اللي هي حالتها متأخرة. ابدأ إن أنت حضرتك ارفع خط التحديد لاحتوائها على الكالسيوم او لاحتوائها على الفحم، والاثنين بيقللوا وبيأثروا على فعاليه المضاد الحيوي والاضافات المستخدمه. حاول استعمل مياه تصلح للشرب، ما يكونش تركيز الاملاح فيها عالي، ان برضه تاثر على فعاليه المضادات الحيويه المستخدمه. انا هعرض على حضراتكم جداول او برنامج العلاج بتاع شركه شيفيتا والبرنامج البديل ليه اللي هو بتاعنا احنا. تمام، تابعوني بقى على الشاشه كده باذن الله بتركيز. زي ما حضراتكم دلوقتي شايفين، ده جدول شركة شيفيتا اهوت. تمام، احنا عاملين بقى الجدول بقى التالي. ده الجدول بتاعنا، اللون الاحمر ده والعلامة اللي فيه دي بترمز تحت المفتاح الجدول، تحت منه المضاد الحيوي المستخدم، واللون اللي المربع اللي بعد منه والعلامة اللي فيه بترمز لرفع المناعة المستخدم، المربع الاصفر بيرمز للفيتامين المستخدم، المربع الاخضر بيرمز للخمائر او معوض البكتيريا النافعه المستخدم، المربع الازرق اللي مرموز فيه بالرمز سي ده بيرمز للمطهر او مطهر المستخدم. يعني اول نوعين مضاد حيوي هيبقى عندنا الامبسيلين والكلوراميفينيكول. طيب طبعا احنا بنشتغل بمضاد حيوي واحد، ما بنشتغلش بالاثنين. يعني حضرتك تشتغل بالكلوراميفينيكول او الامبسيلين، تختار واحد بس منهم اللي بتشتغل بيه. هتبقى العلاج بتاعنا بخمس ايام مضاد حيوي وبنريح يومين، بعد كده خمس ايام تانيين. تمام، يعني مثلا هستخدم الاول كلوراميفينيكول خمس ايام وريح يومين، وبعد كده ادي خمس ايام تانيين كلوراميفينيكول. طيب هنيجي الاول ناخد الكلوراميفينيكول. لو حضرتك اخترت الكلوراميفينيكول تشتغل بيه، ممكن حضرتك تجيبه بيطري سيام بقى تحت اي اسم، بنفلور اي اسم تجاري موجود. تمام، وبتستخدم الجرعه النص بها على الابو اللي بتبقى غالبا يعني من نص السنت على اللتر. لو حضرتك عايز تجيب منتجات شركه شيفيتا، بيتحط كيس كلوراميفينيكول ان اللي هو انتاج شركه شيفيتا على اللتر. تمام، لو حضرتك هتجيب المنتج الالماني بتاع الشركه. طب عايز البديل، قلنا ممكن البديل البيطري زي ما قلنا مثلا كلوراميفينيكول بانفلور او اي اسم تجاري متوفر، وبتستعمل واشهرهم بانفلور، وبتستعمل الجرعه النص بها على الابو. طيب عايزين البديل البشري، البديل البشري بيبقى 4 أقراص من سايوفينوكول 250 جرام بشري على اللتر. او لو ممكن حضرتك عايز تستعمل فرد ال4 أقراص سايوفينوكول تذوبهم في 20 ملي والجرعة 1 ملي لكل فرد، او ممكن تجيب السودستين شراب وتدي كل فرد 2 ملي الا ربع كده، او يعني ايه اللي هو يعني ملي 75. طيب في حالة ما استخدمت الامبسيلين الجرعة الموصى بها برضه لو هجيبه بطل موجود على العبوه حسب التركيز او الجرعه النص بها. طبعا لو هتجيب منتج شيفيتا اسمه امبسيلين تي انتاج شركه شيفيتا، ده بيحط 2 كيس على اللتر. يعني شركه شيفيتا عامله كبسولات بتدي 2 كبسوله في الفم يوميا، اسمه كبسول امبسيلين تي انتاج شركه شيفيتا. البديل البشري 5 كبسوله من امبسيلين 500 البشري في اللتر، او تحطهم في 20 مللي وتدي كل فرد 1 مللي كده في الفم. ابدا بقى العلامه اللي بعد كده، انا خلاص عرفت المضاد الحيوي، والعلامه اللي بعد كده هبدا اللي هي ايه، رفع المناعه. طبعا رفع المناعه احنا بنقدمه مع المضاد الحيوي عشان يساعد على فعاليته ويزود فعاليته ويساعد على قتل وطرد الميكروبات، وده بيبقى في اول 4 ايام من الاسبوع الاول زي ما متعلم قدام حضراتكم كده. اول مربعات اول 4 ايام مع استعمال المضاد الحيوي، ثم اول واخر يومين في الاسبوع الثاني. شركه شيفيتا عامله منتج، احنا ما بعلنش عن المنتجات، يعني انا ما بعلنش عن المنتجات، انا بس ايه الفكره كلها ان انا بقول لك اسم المنتج اللي الشركه عاملاه والبديل بتاعنا. تمام، في ناس بتجيب المنتجات ديت، في ناس البديل جايب نتيجه كويسه برضه. طيب الليفاميون انتاج شركه شيفيتا. تمام، طب ده لو عايزين البديل بتاعه، او البديل بتاعه عندنا البشري.
عبارة عن جينسينج مع حبة البركة، كبسول بشري. ممكن تضيف عليهم مع بالنسبة لللتر تضيف معلقة عسل أبيض أو عسل نحل على اللتر المي. تمام. طب في ايه تاني؟ ممكن اجيب اميولانت شراب بشري 10 سنتي على اللتر مع جينسينج شراب 5 سنتي على اللتر. ولو متوفرش الشراب ممكن تجيب كبسولة من الميولانت وكبسولة من جينسينج على اللتر. باجي في تالت اضافة بقى، اللي هو المربع الاصفر اللي حضراتكم شايفينه اللي مكتوب فيه رمز الفي، ده بيرمز للفيتامينات. دي بقدمها 3 ايام بس ترتيبهم ايه؟ اليوم الاخير من كل اسبوع ما عدا الاسبوع التاني ما بقدمش فيه حاجه بالبراحه. هو عباره عن ايه الفيتامين المستخدم؟ فيتامين ه وفيتامين ب 12. طبعا الشركه منزله منتج فيه فيتامين ه وفيتامين ب 12، ممكن حضرتك تجيبهم بيطري وتضيفهم مع بعض عادي. ممكن حضرتك تجيبهم في منتج بشري فيه ايفيتون وفي بيكوفورت او اي مصدر لفيتامين بي 12 او مصدر لفيتامين ه، وبتديهم عادي للطيور. بيرفع يعني بترفع بيه برضو المناعه وبيساعد الحمام على الاستجابه للعلاج. تمام. طيب رابع حاجه اللي هي مرمز لها بالرمز بي واللون الاخضر قدامكم في الجدول، ديت تعويض البكتيريا النافعه. طيب انا المضاد الحيوي اللي استعملته ده اثر على البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه، فانا عايز بقى اعوض الميكروفلورا او البكتيريا النافعه الموجوده في الامعاء الطائر. استخدم الحاجه اللي عوض البكتيريا النافعه، استخدمها لمده 5 ايام. الشركه شيفيتا عامله حاجه اسمها ليفي فيرم، ده انتاج شركه شيفيتا الماني. تمام. البديل بتاعه ممكن نجيب زبادي اكتيفيا، تمام، وناخد منه معلقتين كبار على اللتر ميه. تمام. بس طبعا في الوقت ده مش هسيب الميه قدام الحمام اكتر من ايه، من نص ساعه، ان هو يا دوب يشرب وارفع الميه اغيرها. تمام. طيب عايز استعمل جرعه فرديه، ممكن اجيب خميره، راس خميره، واستعمل ايه نص قرص للفرد لمده 5 ايام. طب انا عايز حاجه تانية برضو بشري تكون جماعي، ممكن اجيب لاكتيول فورت كياس واستعمل كيس لكل 2 لتر لمده 5 ايام. بالنسبه لاكل الطيور فتره المرض، هو الذره عويجه، بس كيلو الذره عويجه بحط عليه 8 كيلو او 125 جرام عدس بجد. وابدا بعد العلاج ان شاء الله بعد التعود بالبكتيريا ببدا ان انا اخشنه له بالتدريج. نيجي بقى للمربع الرابع اللي هو اللي هو باللون الازرق ويرمز ليه بالرمز سي، ده المطهر المستخدم. هنطهر المسكن او المكان او العين اول يوم من العلاج بالمضاد الحيوي، اليوم الخامس من العلاج بالمضاد الحيوي، ثم في اخر يوم من العلاج بالمضاد الحيوي بطهر بايه؟ الارضيه بطهرها بميه بكلور. بالنسبه لو انا عايز ارش في جو المكان او ارش في العيون او في الاماكن اللي مشتغله، بجيب 10 سنتي بتادين على لتر ميه وارش على الحمام ده امن وارش في المكان. هنتكلم بالجدول الثاني اللي هم الثلاث انواع المضاد الحيوي، بس دول هيبقوا 14 يوم متواصل زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الجدول بتاع شركه شيفيتا اهوت، وهعرض لحضراتكم بعد منه الجدول المبسط بتاعنا باذن الله. المضادات دي هي عباره عن الدوكسيسايكلين، المواد الفعاله اللي فيها الدوكسيسايكلين والاموكسيسيلين والتريميسوبريم. تمام. هنقول اول حاجه طبعا بالنسبه للدوكسيسايكلين، لو عندك منتجات شركه شيفيتا بتاخد نص كيس دوكسيسايكلين تي ده على اللتر. طب لو عندك كبسول برضو، في منه كبسول بيتاخد كبسوله في الفم يوميا، ده بتاع شركه شيفيتا. تمام. طيب احنا بقى عايزين المنتج المحلي بتاعنا او البديل بتاعنا، بنستخدم 4 كبسولات من دوكسيمايسين كبسول 100 جرام على اللتر، وممكن زي ما قلنا تحطهم في 20 مللي وتدي كل فرد 1 مللي لو جرعه فرديه. طيب النوع الثاني اللي هو الاموكسيسيلين الماده الفعاله، في منتج بتاع اوروفارم اللي هي اوفيرسيلاجا، بناخد مكيال اموكسيكيور على لتر ميه. طبعا لتر ميه يكون خالي من املاح الكالسيوم لانه بيتاثر بالكالسيوم هو الدوكسيسايكلين. ده بالنسبه عندنا بقى المنتج البشري بتاعنا هنجيبه من الصيدليه، ممكن نجيب 3 كبسولات من اموكسيل كبسول 500 البشري ده على اللتر ميه، وممكن نجيب شراب اللي هو الايموكس 125 وندي كل فرد 3 مللي، او نجيب الايموكس 250 جرام البشري شراب وندي كل فرد 1.5 مللي طبعا لمده 14 يوم. توفر لك منتج بيطري مفيش مشكله، هتشتغل بالجرعه المصابه على العبوه. نيجي للنوع الخامس، الترايميسوبريم
لو انت عندك منتج بتاع اورو فارم او فيرسيلاجا بتستخدم نص كيس او نص مكيال من السيرا بريم، اسمه سيرا بريم بتاع اورو فارم او فيرسيلاجا، بتستخدم نص كيس او نص مكيال على اللتر. طيب لا انا عايز المنتج البشري، ممكن نضيف مثلا 2.5 قرص، من 2.5 ل 3 قرص ستريم بشري، ده على لتر ميه. ممكن اجيب الستريم شراب وادي كل فرد ربع ملي في الفم مباشره. في برضو بيطري، في ممكن تجيب الكوليبريم اللي هو الاردني. طبعا هنيجي بقى للخطوه الثانيه، رفع المناعه. زي ما قلنا في الشرح بتاع الجدول الاولاني، هو نفس رفع المناعه المستخدم، بستخدمه في اول 4 ايام في الاسبوع الاول، ثم اول واخر يومين في الاسبوع الثاني. بالنسبه للخطوه الثالثه اللي هي الفيتامينات، برمز لها باللون الاصفر اهوت، بنستخدمها مره في اليوم الاخير من كل اسبوع. طبعا ايه ما عدا الاسبوع الثاني راح نفس الجدول الاولاني. برضو البكتيريا النافعه بعوض لمده 5 ايام بعد الانتهاء من العلاج بالمضاد الحيوي، نفس ما قلنا الطريقه في الايه في شرح الجدول الاولاني. اخر حاجه تطهير اللي هي باللون الازرق اللي هي مرموز لها بالرمز سي، دي بتبقى في بداية العلاج وفي نهاية اليوم الخامس وفي نهاية ال 14 يوم بعد انتهاء المضاد الحيوي. ده الجداول بتاعة شركة شيفيدا زي ما شرحناها وبسطناها لحضراتكم. طبعا انت هتستخدم نوع مضاد حيوي واحد، لو لا قدر الله انت استخدمت افراد او ظهر في بعض افراد حاجة زي كده، انت كده خلصت طيورك بشكل امن من المرض الخبيث اللي هو مرض السالمونيلا او البلورام او الباراتيفويد. الحاجة التانية برفع خلطة التحديق، بمنع استعمال العليقة لان هي اس البلاء والبلاء في كل شيء، بمنع الكلفة العادية بتاعتنا، ببدي كلفة بسيطة خالص اللي هي عبارة عن درع ويجة زي ما قلنا كيلو ل 125 جرام عدس بجبة، علشان بتبقى لسه الامعاء ملتهبة والهضم ضعيف عند الطيور. الطيور هتاكل لوحدها، ما تحاولش انت تاكلها بايدك. لو انت المرحله متاخره وفي اسهالات هتعوض بمحلول معالجه الجفاف، قلنا بنجيب كيس محلول معالجه الجفاف اللي هو له هيدران على كوبايه ميه، ممكن ادي كل فرد 5 او 10 سنتي في الفم، او ممكن احل الكيس على لتر ميه واشربه سقوه منه واكبه في خلال ساعه، بينتهي صلاحيته في خلال ساعه زي ما انت. اتمنى في نهايه الفيديو ان الفيديو ده يكون يعني عجبكم ان شاء الله واستفدتوا منه ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش مشاركه الفيديو ده عشان ان شاء الله باذن الله نؤجر جميعا عليه، لان الدل على الخير كفاعله. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.